ينفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الدورة الخامسة من المسابقة الإحصائية المدرسية مستقبلي في أرقام، والتي تستهدف المدارس الفلسطينية الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس ذوي الإعاقة في محافظات الوطن كافة. نفذنا الجولة الثانية وتأهل منهم 20 طالب وطالبة. عندنا 10 طلاب في الضفة الغربية و10 طلاب عندنا في قطاع غزة، واللي انتم حاليا ال20 شاركتونا اليوم في هاي المرحلة الثانية والأخيرة من المسابقة. النقطة الثانية هي التواصل المشترك، وجود الأطفال من جميع أنحاء فلسطين، من غزة، من الضفة الغربية، من منطقة القدس، المدارس الخاصة، مدارس الحكومة، مدارس وكالة الغوث. هذا التجمع المختلف من جميع أنحاء الوطن هو كثير مهم بالنسبة لنا. يتم تنفيذ المسابقة على مرحلتين، المرحلة الأولى وهي من جولتين، حيث أن الجولة الأولى يشارك فيها كافة طلبة صفوف التاسعة. ما ميز هاي الدورة زي ما حكيت إنه إحنا نفذنا المرحلة الأولى بجولتين، الأولى والثانية أونلاين، وتأهل من الجولة الأولى 472 طالب وطالبة، بواقع 225 من الضفة و247 من قطاع غزة. وفي المرحلة الثانية وهي النهائية تنفذ باحتفال رسمي عبر الفيديو كونفرنس ينظم في مدينة رام الله وبالربط مع قطاع غزة بحضور الشركاء والعديد من المؤسسات ذات العلاقة. انقاذ الطفل بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومع اليونيسف ووزارة التربية والتعليم تدعم هاي المسابقة من سنوات، وبرأينا أنه هاي استراتيجية كتير مهمة عشان نعزز معلومات الأطفال واستخدام الديت عشان نأثر على صناعة القرار. هذه الشراكة، إخراج هذه المسابقة مع الجهاز المركزي كان جدا متميز، وصدقوني يشار له بلبنان كما ونوعا. فشكرا مرة أخرى لطواكم العمل زميلاتنا وزملائنا في الوزارة وفي الإحصاء الفلسطيني. كما سيتم منح جوائز عينية لكافة الطلبة المتأهلين للمرحلة الأولى بالجولتين من المسابقة. ألف مبروك لمنا الفائزة رقم 1 في قطاع غزة.